مشاهدينا وين ما كنتوا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبالتالي بانتظار اتصالاتكم على 04-444-444 رح نبلش بالمعلومة. بمعلومتنا اليوم، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أصدر قرار حمل الرقم 245 على ميم 2019 بيسمح فيه للطلبة من حملة شهادة البكالوريا الفنية الزراعية بالالتحاق بمعاهد التعليم المهني والتقني لمتابعة دراستهم في الاختصاصات المناسبة للحصول على شهادة الامتياز الفني وشهادة الامتياز وشهادة الإجازة الفنية من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. نحن كنا كتير نسمع أنه في كتير تأخير بفتح المدارس الزراعية لأنه منا تابعة للمهنيات، تابعة لوزارة الزراعة. فهلأ مع أنه كمان أنه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنه تستقبل هيك طلبات، بفتكر صار في سهولة أكثر للطلاب يلي حابين يتخصصوا أو إجازة فنية زراعية أو امتياز فني زراعي. اتصالاتكم على 04-444-444 باخذ أول اتصال لليوم. ألو، بونجور ست ريبيكا، من نعز بك. عندنا مشاكل بالمبنى الأعلى بالمي، يعني مش معقولة كل سنة في هيك مشاكل. ناس بتضل كل صيفية ما تحصل على المي لأنه ساعة ترمبة منزوعة، ساعة بعرف شو، ساعة الكهرباء خطوط راحت، ساعة ما بعرف شو. يعني نحن هلأ صلنا شهر بمنطقة يلي هي دير الحرف راس المتن، كل هالمناطق هي ما عم تحصل على المي. بدير الحرف؟ راس المتن، دير الحرف، طرطادة، قرنايل. ما بيصير ما بيصير هيك. إذا في إشكالات بمنبع من منابع المي، انا بطلب انه خلي الجيش يقعد يحرس هالمناطق كلها. اذا في ناس عم تسحب الكهرباء، كابلات الكهرباء، اذا في ناس عم تتعدى على مصادر المياه، يعني ما بنقدر نعرف شو فيه. ومش معقول نقعد نشتري مي، نحن مش مطلوب من الشعب اللبناني كل يوم يشتري مي 100%. دخلك سد القيسمان، حدكم ما بيعطي كمان المنطقه، يا ما بس منطقه ثانيه، منطقه حمانه وال لازم يكون يعطي، بس مش عارفين شو فيه. هلا نحن ما عم نحط المسؤوليه على الموظفين، بس في شيء مش ظابط، في شيء مش ظابط. اوقات المي اوقات عم تطلع على الطرقات وتفوش على الطرقات والناس عم تزحط عليها. لأقول لك شغله، اوقات عم مش موجوده اللي عم بيصير. اللي عم بيصير بمعظم القرى اللبنانيه انه بفيد الخزان وبتروح المي كلها على الطرقات، بالوقت البيوت الثانية مش عم توصل للمي، لأنه لازم يحطوا هيدي الطابة على الخزان. ما بتكلف شيء والله، كتير قليل سعرها، بس هيدي بتحل مشكلة كبيرة. منابع المياه تحت، نعم، لازم يكون في عليها حراسة. يعني كمان إذا مش قادرين هي مسحة المياه تعملها، خلي الجيش يحرسها المناطق أو البلديات. كمان البلديات معنية تنسق مع المي تتحمي الناس، عند بنتيجة توصل لهم المي لكل العالم. وأنا بتمنى على كل رؤساء البلديات أنه يلي عنده خزان مليان ومش حاطط طابة وعم بتفيد عنده المي، يعمل له غرامة، لأنه لازم الكل نشعر مع بعضنا. كمان هلأ بدي اشوف اذا في مشكله ثانيه بالتأنين او هيدا صار موضوع اخر، بس قال لك عنه كمان. اوكي، متابعه. حرق النفايات بمنطقه علما في الشمال، هيدا كانت مدار شكوى، ونحن توجهنا لرئيس البلديه الاستاذ ايلي عبيد يلي قالنا انه كعلمة عقاريا ما في ولا اي مشكله بموضوع رفع النفايات، لانه البلديه استاجرت قطعه ارض بتجمع فيها كل النفايات، وبتجي شركه بتاخذها بالطريقه مثل كل الناس عم تاخذها على مطرح تتعالج بطريقه شرعيه. ولكن على هالطريقه هيدي في 36 ضيعة، يعني على خط الضنيه طرابلس، ما بيقدر يقدر لا رئيس بلدية ولا الشرطة والمخافر مع خبر مين عم بيجيب هالزبالة بيرميها على طول هالطريق أو مين عم يحرقها، لأنه في 36 ضيعة ما بيقدر واحد يحصرها من أي ضيعة عم يتعدوا وعم بيرموا زبالة ويحرقوها. هيدا كان جواب رئيس البلدية، مع العلم قال إنه هو مبلغ كل القوى الأمنية والمعنيين، لأنه البلدية مش قادرة إنه تعرف مين.
نحن بتوجه لكل مواطن من وين ما كان، هذا لبنان بلدنا كلنا، يعني وين في وساخة لبنان وسخ لقلنا كلنا، وين في نظافة لبنان نضيف لقلنا كلنا. يعني هيدا الطريق حتى ولو مش نطاق ضيعتنا، في أماكن بتنجمع فيها بكيس بتنحط، بس إنه هيك تنرمى عشوائياً، بس لما عم تنحرق يعني ما عم بيكون كيس وكيسان، يعني طب في كاميونات عم تجي وعم تحرق. هيدي مشكلة تانية كمان، لحين ما الدولة اللبنانية تعملنا استراتيجية وطنية، ما نعود نشوف فيه زبالة على الطرقات، ما نعود نشوف فيه بالوديان، ولا نعود نحرقها، ما بعرف وين بدنا نوصل وقدي، بس كل مواطن يبلش بحاله. هلأ هيدا كان جواب رئيس بلدية علما صراحة. باخد اتصال. ألو ألو بونجور. ألو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم تفضلي. بدي أسألك سؤال للزبالة. ايه؟ لأن محتارين بين بعلبك وبين حدود سوريا، إذا أملوا هنيك ديبو كبير لكل لبنان بقى، أحسن ما نسفر بالبوابير ونحط مصاري، ساعتها لو شوي بعيد للكاميونات بس بتم كل زبالة بلبنان، والإنتاج اللي بدهم يبيعوه بيبيعوه لنا، ومثل هيدي أحسن شيء يعني للحقيقة. وكأنه ما في بالعالم كله نفايات إلا بلبنان، يعني هال 10452 كيلومتر يلي مش عم نقدر نلاقي حل دائم لزبالة، مشكلة كتير عويصة بتعرفي، يعني ما عم نقدر نلاقي. هذا الشيء مش مفروض انه يستمر اطلاقا. هلأ انطرح سلسلة شرقية وعم انطرح كتير من المناطق، بس المهم نبلش بمكان ما، المهم نبلش بمكان، بس ما بعرف من وين وكيف، لانه لهلأ الروايح مغطاية بيروت، وهيدا الشيء مؤسف جدا، وهيدا الشيء مش بس بيأثر على رواية الناس، هيدا منه صحة، هيدا منه سلامة عامة، هيدا منه حضارة. وهلأ كمان مثل ما عم بحكي هالزبالة المتنقلة من ضايعة لضايعة ومن وادي لوادي، كمان هيدي مش مسموحة ولا مقبولة، وبالوقت اللي ناطرين الدولة تحزم أمرها. واليوم في اجتماع كمان ببلدية بيروت موضوع المحرقة اللي عاملة كمان ضجة كتير كبيرة، يعني عم تنطرح كتير من الحلول، ولكن لبنان لهلأ ما استقر على حل جدي نقدر نعتمده بقى ونرتاح من الزبالة. يعني بس نحن كمواطنين بدنا نبلش نخفف الزبالة من عنا، يعني إذا نحن بتضيع خصوصا كل شيء اللي بيطلع من الأكل وهيك بنحط بجناين، هاي بتخفف كتير. إذا واحد بيكون عنده دجاج كمان بنحط لها، كمان بتخفف. إذا خففنا البلاستيك مثل ما مطلوب هلأ نية من السوبر ماركت والكاكين، كمان هيدي بتخفف. كمان المواطن بيقدر بطريقة أو أخرى تنشوف هالدولة أي متى بتحزم أمره وبتحللنا هالمشكلة. باخد اتصال آخر. بدي أرجع أنتقل لمنطقة إهدن. كلنا بنعرف أنه إهدن هي مصيف لبناني متميز، ليس فقط لأبناء صغرتها يلي بيطلعوا بيصيفوا بإهدن، إنما لكل اللبنانيين اليوم اللي عم يقصدوا كل المناطق الحلوة ومنهم إهدن. نحن من حوالي 3 أسابيع طرحنا موضوع الصرف الصحي، والمهندس في البلدية أكد لنا أنه موضوع هي موضوع التكرير، محطات التكرير، محطات في محطات كانت ماشي محطة، ولكن الظاهر أنه صيانة هالمحطات مكلفة جداً لدرجة مش بمقدور نمشوا المحطة حتى تكرر هالمجارير. اللي صاير اليوم والصور رح تبين قدامكم، هيدي امبارح وصلت للصور صراحة يعني طازة، كل الجرير عم تنزل يعني من آيتو على إهدن على ما بتصير، وهيدي منطقة سياحية بامتياز، يعني اللي بيشوف الصور أكيد بيزعل. هلأ إذا ما عليه، إذا هالصيانة كلفت لهالشهرين الصيف منا مشكلة، يعني بتحرز نتكلف ونجنب المنطقة ومية المنطقة وناس المنطقة والسياحة نجنبها، أكيد مشكلة مثل مشكلة الصرف الصحي. يمكن صيانة مكلفة شوي، ولكن بعدها أفضل ما أنه ما يكون عنا محطة واقفة. هيدي المشكلة. هلأ عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عنا عبر الام تي في، وقبل دخولي للاستوديو بعتولي صورة دواخين الزوق اليوم عم بتشوفون.
يعني ما بعرف أي متى رح نخلص من هالغيمة السوداء يلي عم تفوت على رواية الناس وما رح تترك حدا. هيدا الشيء للحقيقة صار مؤسف كتير ومعيب كتير، مع العلم أنه نعمل كتير لمعمل الذوق حتى واتخذ إجراءات حتى يكون أفضل الدخان وما يكون في تلوث، ولكن الظاهر كلها راحت سدى، لأنه اللي بيقطع اليوم بشوف هالمنظر هيدا بقول ما بعرف بلبنان شو بعد فيه. منتابع ناخد اتصالاتكم. ألو، أهلا، عم بتحكيكي مدام وليد أحمد. ايه أهلا ستنا. بالنيابة عن سكان بناية الشموع عقار 1962. وين؟ بقبة الشويفات، تابعين لبلدية الشويفات. اوكي. نحن عنا هون مشكلة انه في مالك، نعم، عنده روف قطعوا لثلاث شقق، نعم، ثلاث شقق، عملوا منتفعات جديدة بين مطبخ وحمام وأجروا لثلاث عيار عنا، نعم، بروف. بقى صارت المشكلة نش، صار يعني البنية التحتية تعتير لأنه في كمان شقة تانية مقسمينا ومسكنين فيها كمان عيار. المهم مش هون المشكلة، المشكلة قدمنا شكوى بكل ما باسم سكان البناية كلهم لبلدية الشويفات من حوالي ثلاثة شهور. عندك رقم للشكوى مدام؟ ايه، تعطيني اياها؟ 994، نعم، على 2019. اوكي. قدمناها على اساس اجوا طلوا هيك شافوا ورجعوا قال عم ندرسها، الها ثلاثة شهور الشكوى. بقى نحن من عبر برنامجكم عم نناشد رئيس البلدية يطلع فينا. اوكي. اهلا وسهلا فيك، انا رح ارجع اكيد فيها هيدي الشكوى. هلا الموضوع انه مش موضوع الاجار، موضوع انه لو ما في رخصه ما تعمروا يعني هالشقق هيدي، وبدي اشوف اذا في رخص، اذا البلديه مع خبر. اكيد. اهلا وسهلا فيك. حبيت كمان اليوم بالبرنامج الفت انه في كتير ناس عم تتصل بتقول انه عندها مواد تجميل لماركة معينة، بتتصل بهالناس وبتقولهم في أوفرات وبتروح بتوعدهم، ولما بيصالوا بدهم يشتروا بدهم ياخدوا اذا اتفقوا على الكمية وغيره، بيقولولهم ما جبنا لكم طلبية زيت لانه ما بقى فيه وما قبلوا معنا والشركة ما بتقبل وهيدا بتقبل وهيدا كله فيك، يعني مش مزبوط. من هيك في كتير ناس عم تستغل مرات شركات مهمة، مرات مؤسسات، حتى تسوق لأمور يمكن هي منا مع يا منتهي صلاحيتها يا مدتها يا شيء. أنا اللي بدي ألفته لأنه الناس اللي اتصلوا فيه طلبوا مني أحكي بالموضوع لننور الناس أنه دايما خصوصا بالبراندات المهمة في شركات لها بلبنان، بيقدر الواحد قبل ما ينغر بأي شيء يطلب الشركة ويسأل إذا مزبوط في أوفرات، إذا مزبوط في مندوبين، إذا مزبوط إنه هالبرودوي من عندهم منه برودوي رايحة متو أو شيء، حتى نجنب أول شيء عنا السلامة، واثنين حتى كمان ما نسوق للناس يلي منهم شرعيين ويلي كمان عم يستغلوا المواطنين، ولما عم يرجعوا يتصلوا فيهم يقولوا ردوا لنا مصرياتنا لانه اللي طلبناه مش هيدا اياه، بسكروا الخط ووقفت هون، مغيرين اساميهم، عاطين اسامي وهميه الى ما هنالك. انا عم بحكي بالعموم اي شيء بيصير دائما الواحد يتاكد من الاسم الثلاثي اذا في بطاقه، اذا في رقم تليفون صح يجربه قبل ما انه يوقع ضحيه هؤلاء الناس. باخذ اتصال. الو. الو. تفضل. ألو، بونجور. بونجور، كيفك مدام ربيكا؟ الحمد لله. وحيت عينك، بدي أقول لك إنه نحن إنه سنتين ثلاثة بيجينا على فاتورة التليفون، نعم، بلدية ومجرير وأرصفة، نعم، بمنطقة معراب، نعم، ما في لا بلدية ولا في أرصفة ولا مجرير. ما بكفي زادوا علينا الماي 50,000 من سنة الماضية للسنة، هذا مرسوم من 2012 الجبران بيصير ما حطتنا 50,000 تنفذوا السنة سنتين. هلا موضوع 50,000 صرنا كتير نحن موضحينا، هي مزبوط من 2012 لتمويل مصادر مي جديدة، بس ما مش يعني ما مشوه بوقتها مشوه هلا، وعرضوا بالمقابل معه انه تقسيط اربع دفعات وخففوا اذا واحد بده يحط عيار جديد سعره الى ما هنالك.
هيدا الموضوع يعني صار واضح ما تراجعت إدارة بيروت عنه ونزل اوريدي بالتعرفة، بس بموضوع إذا ما في بلدية وعم يبعثوا لكم يعني أكيد لأنه بيكون قائمة مقامية أو شيء. خليني أسأل إذا ما في بلدية بمعراب، خليني أسأل معراب يعني لأي بلدية تابعة أو إذا لأي مقامية، وبشوف هي أول مرة بيجيكم فواتير. مدام بعدك معي؟ يمكن راح الخط، ما يمكن قطع الاتصال. بكل الحالات يعني بنتأكد بالموضوع هيدا. كمان منتابع الحل عنا عبر الام تي في. ما بعرف اذا صار وقت ادخل على صورة اليوم اذا بعد في اتصالات. في صورة اليوم رح نشوفها سوا. ناطرة تصير صورة اليوم لأحكي، مش لأنه منطقتي بس لأنه قد ما هالمشروع كتير مهم، هو مشروع قرية السلام النموذجية للجماعة الرهبانية المارونية رسالة حياة، كلنا بنعرف ميسيون دو في. فامبارح كان مهرجان حلو كتير، افتتاح وتدشين هالقرية هيدي النموذجية المتعددة الأماكن والأهداف يلي أنشأتها جماعة رسالة حياة حتى تحقق من خلالها مجال من مجالات رسالتها بخدمة بناء الإنسان والكنيسة والوطن، لتحمل من خلالها شعلة السلام والحياة لكل إنسان بزوره. هو هالقرية هيدي موجودة بمنطقة المشرع قضاء المتن، بتبعد 45 كيلومتر عن بيروت، 5 كيلومتر عن بسكنتا، وبالتالي أنشئت وسط طبعاً أشجار صنوبر وأرز وسنديان على ارتفاع 1150 متر. بالنسبة لأهدافها، خلق واحد لقاء لجميع الفئات العمرية، الشهادة لقوة المحبة والأخوة والسلام واللا عنف، تعزيز الأنشطة الرياضية والشفافية والثقافية والروحية اللي عم بتساهم بالبناء الإيجابي خصوصاً للشباب، وتأمين مساحات من الحوار والمشاركة لتعزيز الانفتاح على الآخر، وتأمين جو من الصمت والصلاة والتأمل، وأكيد تأمين لقاء مع الطبيعة يلي بتساهم بالراحة الداخلية. هالمشروع هيدا المهم، هالقرية دشنوا مبارك غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ما في إلكم قديش كانت فرحة أبناء المنطقة بحضور غبطة البطريرك وراعي الأبرشية المطرابلس مطر ولفيف من المطارنة والكهنة والفعاليات، خصوصاً لما كانت أول محطة بكنيسة مارشاليتا بعين الأبو يلي شافوها يمكن للتاريخ إنه البطرك عم بيزورهم، هو عم بدشن هالمدينة اللي بمنطقتنا رح تصير قرية سلام. لما ندخل على القرية الناس من كل لبنان، من محسنين من مؤمنين من أبناء منطقة، كلهم بجو فرح تدشنوا القرية هيدي. شو فيها هالقرية؟ فيها طريق الحياة. طريق الحياة هي عبارة عن مسار بينطلق من مدخل القرية بيوصل لأمة الصليب، هنيك في كنيسة خارجية، وأكيد أنا بدعي الكل أنه يزوروه وبعطيكم موعد إلى اللقاء.